قبل ما تشاهد الفيديو المرجو اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. أول السلام عليكم، معكم جميلة البدر رئيسة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان. أعلن تضامني الكامل والمطلق واللا مشروط مع هذه القاصر، هذه الضحية التي كانت عرضة للذبح بسلاح أبيض، بسلاح كبير لذبح الأغنام، كأنها ماشية تذبح، ذبحوها من قفاها. الدرية دابا راه مذبوحة، عنقها كله مذبوح. واش هاد الدرية هادي دابا ما عندهاش اللي يدافع عليها؟ واش حنا راه حنا في دولة الحق والقانون؟ كيفاش هاد الناس سولت ليهم نفسهم تعداو على قاصر عنده 14 سنة؟ كيفاش عطاهم خاطرهم انهم يدوزوا عليها بسكين؟ حنا اليوم جينا باش نساندو داك راعي الاغنام، السيد اللي ضرب الاغنام، واذا بنا كنلقاو واحد الناس اللي بغاو يذبحوا بنت عندها 14 سنه، ولولا الطاف الله كره مشات فيها مسكينه. حنا كنندو بهذا العمل، وغادي نوقفوا مع هذه البنت وغنواكبوها نفسيا واجتماعيا حتى تاخذ حقها، وقانونيا، وغنكونوا معاها في كل اللحظات ديال المحاكمه حتى تاخذ الحق ديالها. بالنسبه للي تعرضوا له، يعني تنشوفوا انهم مازال ما خداوش في حقهم حتى شيء. انا ما عارفاش دابا ملي غندرس انا الحيثيات ديال القضيه وغنطالع على الملف، غادي نكلفوا المحامون ديالنا، هما اللي غادي يتابعوا هذا الملف هذا، لان انا ما عنديش الحق دابا نهضر في هذه القضيه وانا ما عارفاش التفاصيل ديالها. هي ما اللي عاودوا لينا الاب ديالها والام ديالها انها الدريه تعرضت للذبح بسكين حاد، سكين اللي كيذبحوا به الخرفان في العيد، سكين ديال الذبيحه ديال العيد، ذبحوها من القفاء من القفه ديالها من عنقها. راه انت شوف البنيه مسكينه، انت شوف البنيه منين ذابحين. عباد الله، شوفوا عباد الله هذا المنكر، واش هادو ما عندهمش حس الرحمه؟ ان شاء الله ما غاديش نتخلاو على هذه البنت، وما يمكنش ليا نعطي حتى شي حاجه، لان ما عارفاش التفاصيل ديال القضيه، ما عارفاش الملابسات ديالها، ولكن كندد كما كانت هذه القضيه كما كانت. هاد الدريه ما كانش خصها تضرب ولو غير كيف كيقولوا غير خبشه، وكيفاش هي دابا راه مذبوحه من عنقها. الدريه راه ما تتهضرش، ما بقاتش كتهضر من كثره الخلعه ومن كثره الصدمه ومن كثره هذيك الصدمه الكبيره، ما بقاتش الهضره مشات ليها. هذه راه خصها واحد كونسولطو ديال لي بسيكولوج، وحنا غنوفروا لها ان شاء الله باسم الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان. غادي نوقفوا معاها وغادي نازروها حتى تاخذ حقها. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.